بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه ميسات وحلقه جديده من برنامجنا هل. النهارده عايزين نتكلم مع بعضينا عن التجسد من ناحيه هل التجسد الالهي معقول؟ هل التجسد الالهي معقول؟ في البدايه اقول لحضراتكم ان كل العقائد الايمانيه فوق العقل، فوق العقل، لا يستطيع الإنسان أو عقل الإنسان المحدود أن يحد الله غير المحدود، فبالتالي هي فوق العقل ولكنها ليست ضد العقل. العقل يتقبل ما يستطيع أن يتقبله منها ويتقبل باقي العقيدة بالإيمان إيمانية. علشان كده إحنا لما بنصلي مع بعضينا قانون الإيمان نقول نؤمن بإله واحد، نؤمن إيمانيا ولكن ليست ضد العقل. حقائق علمية كتير العقل لا يستطيع أن يستوعبها ولكنه يتقبلها لكونها فوق العقل، لا تتعارض معه على الإطلاق. علشان كده لما نتكلم عن التجسد نقول اسمه سر التجسد، سر الثالوث، سر الفداء، أسرار إيمانية تفوق العقل ولكنها ليست ضد العقل. في نفس الوقت هذه الإيمانيات العقل يتقبل الأسس الأولى منها، يتقبل جزء منها، نستطيع أن نشرح أساسها ونتبين بالعقل زي ما القديس بطرس الرسول كده يقول المسيح لأننا آمنا وعرفنا. هناك حقائق إيمانية يستطيع العقل أن يتقبلها إلى حد ما، وما لا يستطيع العقل أن يتقبله بالمعرفة يتقبله إيمانيا. فبنفس القصة لما نتكلم عن سر التجسد وأقول هقدم أدلة عقلية عن سر التجسد، مش معنى كده ان مش هيصبح سر التجسد، لا، ما زال سر التجسد يفوق العقل، ما زال سر الاتحاد بين اللاهوت والناسوت يفوق العقل ولكنه ليس ضد العقل. ولكن هذه الحقائق تخدم أسس الإيمان، تجعل إيمان الإنسان إيمان غير متشكك، إيمان غير متشكك. في ناس كده متشككين، دول ما اقدرش اسميهم ملحدين، لكن لا، ما عندهمش اسس الايمان او البرهنه العقليه على اسس الايمان اللي تخليهم مطمئنين لايمانهم. في نفس الوقت كونوا مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فبالتالي لما يكون عندي هذه الاسس اقدر اقدمها لاي حد متشكك او مش متقبل، يقدر ياخد هذه الاسس وربنا يدي نعمه ويتقبل الاسس الايمانيه. الله لم يراه أحد قط، الإبن الوحيد أو الإله الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر. فإقنوم الإبن هو إقنوم الإعلان الإلهي، هو الإقنوم أحد أقانيم الثالوث القدوس الذي تجسد واتحد بطبيعة بشرية شخصنها لنفسه. طب هل ده معقول؟ أو العقل ممكن يتقبل حاجة زي كده؟ نتكلم مع بعضينا في براهين هل نشوف العقل ممكن يتقبلها ولا لا. في علامة سورياني اسمه ماري غرغوريوس ابن العبري في القرن الـ12 قدم لنا مجموعة من البراهين نبدأ بيها كلامنا. بيقول إيه؟ إن النفس البشرية تعرف ذاتها وهي معروفة من ذاتها، لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. فالإنسان يعرف أنه متعلق بكائن أعظم أو بقوة عظمى لابد أن يلجأ إليها. علشان كده الإنسان البدائي لازم يبحث أو في فكره مين خلقني، لازم في قوة عليا أنا مسنود ليها. فالإنسان يعي في حقيقته انه مخلوق على صورة الله، مخلوق على صورة الله.
فبهذه الصورة ينسب جزئيا إلى الله، وما يمكن أن ينسب جزئيا إلى الله ممكن أن ينسب كلية إلى الله. أقول لحضرتكم نقطتين. نحن مخلوقين على صورة الله، نحن مخلوقين على صورة الله، وبالتجسد الإلهي وعمل الروح القدس فينا في سر المعمودية بنتولد من جديد، بننال حالة البر، بر المسيح، بناخد بر المسيح، بر قضائي أدبي. أنا محكوم علي بحكم الموت، أنا محكوم علي بحكم الموت، موتا تموت، وبعدين باخد في المعمودية بر المسيح، بس مش باخده كده وبس، لا، باخده كعطية مجانية نتيجة إيماني، نتيجة الإيمان مصحوب بتوبة، مصحوب بتغير، بنال سر المعمودية، بتولد من جديد، باخد حالة البر، أنمو في حالة البر وأنمو في حالة القداسة. يعني حتى لما نقول الإنسان صورة الله نقول صورة إيكون، صورة إيكون دي بنسبة، صورة إيكون بنسبة، فالإنسان ينسب إلى الله جزئيا. يعني حتى الآباء لما كانوا يكتبوا كده يقولوا إيه كده، إبراهيم الإلهي. يعني إبراهيم الإلهي؟ إبراهيم الإلهي يعني إبراهيم ده اللي علاقته بربنا علاقة قوية أوي أوي أوي، علاقة شديدة، علاقة مختبرة، عاش الإيمان، يحيا بالإيمان، فهو منسوب إلى الله. فإذا كان الإنسان منسوب إلى الله يبقى إذن جزئين إلى الله، يبقى ممكن أن ينسب كلية إلى الله. وأحد أقانيم الثالوث يتحد بطبيعة إنسانية يشخصنها لنفسه، وتصبح هذه الطبيعة في تبادل خصائص مع هذا الأقنوم. فما ينسب جزئيا ينسب كلية إلى الله، فليس من المستحيل أن يشترك أحد أقانيم الثالوث القدوس مع النفس الناطقة باتحاد طبيعي. الله قادر على كل شيء. يعني أنا لو سألت واحد هل الله قادر على التجسد؟ هل الابن ممكن يتجسد قادر على كده؟ غير مستطاع عند الناس، مستطاع عند الله، ما فيش حاجة غير ممكنة عند الله. إذن عملية الاتحاد عملية ممكنة. الله قادر على كل شيء، ممكن أن يظهر أحد أقانيم الثالوث متحدا بطبيعة بشرية، أي عقل بشري يقول الله قادر على كل شيء، يبقى ممكن والإنسان يتقبل كده. أي ملك عظيم، أي ملك عظيم ممكن يروح يزور بيت إنسان بسيط خالص وفقير جدا، يروح يزوره ويشوف أحواله إيه ويتعرف عليه. لكن الفلاح البسيط لا يستطيع أن يفعل العكس، فالكبير ممكن ينزل لكن الصغير ما قدرش يطلع. ويروح الملك ده عند الفلاح بالمظهر اللي اختاره، ممكن يروح متنكر علشان الإنسان ده يتعامل معاه بطبيعته، ألبس جلابية تاني غير الزي بتاعي، وأظهر كأني واحد من زيهم بالظبط عشان يتعاملوا معايا بطبيعتهم. وهنا القديس أثناسيوس لما يتكلم عن النقطة دي يقول سيد المسيح جاء ليعلمنا لا ليبهرنا، ليعلمنا لا ليبهرنا، فما جاش بالصورة في صورة المجد علشان ما نتبهرش، لكن جاي عشان خاطر كمعلم بالنسبة لنا. طيب إذا كان في المقدرة الله يقدر، إذا كان في المقدرة الله يقدر إنه يتجسد، فما المانع أن يتجسد؟ النقطة اللي بعد كده، التجسد نعمة والتجسد حتمية لخلاصنا، مفيش طريق تاني. القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة يقول كده إيه؟ الإنسان أخذ حكم موتا تموت، موتا تموت. طيب الله لو رجع في كلامه هيكون الله غير صادق، وحاشا أن يكون الله غير صادق. طيب يبقى لازم الكلام يتنفذ، يبقى لازم الكلام يتنفذ. طب يتنفذ ازاي؟ التوبة غير كافية، لأن خطية آدم أحدثت فساد في الجنس البشري. طب يتنفذ ازاي؟ يموت آدم؟ يبقى الله كده غير رحيم،
ما هو عدل ورحمة والاتنين في آن واحد، إزاي يتجمعوا مع بعض؟ مفيش وسيلة غير إن هو يتجسد، لأن الإنسان هو اللي أخطأ واللي يموت لازم يكون إنسان، فبالتالي لازم يكون ياخد أحد الأقانيم يتحد بطبيعة إنسانية ويتجسد وينفذ هذا الحكم. طيب لو أي إنسان عادي زي ما بنقول كده في القداس الغرغوري، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا أنبياء، ليه؟ الجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يفعل صلاح ليس ولا واحد. يجي واحد من الأنبياء يقول طب خلاص أنا هموت بالنيابة عنكم، نقول له يا عم روح في الأول قدم ذبائح عن نفسك. رئيس الكهنة في العهد القديم ما كانش ينفع ليه يروح يقدم ذبائح عن نفسه، هو نفسه وارث الخطية واخد الحكم موتا تموت، يبقى ما ينفعش. يبقى الفادي لازم يكون بلا خطية، لازم يكون بلا خطية. يبقى هنا لازم يشخص لنفسه جسد خاص، وبفعل الروح القدس عمل الروح القدس، الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك، المولود منك قدوس لا يرث الخطية الأصلية. فاتحاد أحد الأقانيم بطبيعتنا نعمة عظيمة واحتياج. طيب دلوقتي لما يكون ربنا ممكن يتجسد وفي نفس الوقت احنا ضروري انه يتجسد عشان يخلصنا، طب الله صالح لو هو رفض ان يقوم بالعملية دي، يبقى حاشا ان احنا نقول الله غير صالح، يبقى صلاحه المطلق مادام في احتياج، يبقى في عطية في نعمة انا ممكن اديها لك، في امكاني اديها لك، ومش اديها لك توصفني بان انا ايه، انا انسان غير صالح. لكن حاشا ان احنا نقول عن كده عن ربنا، فربنا هو الصلاح المطلق، ما دام في امكانه ان يتجسد عشان يفدي الانسان يبقى ما المانع. عمليه الاتحاد عظيمه وممكنه، فبالتالي من باب السخاء ومن باب صلاح الله ان هو يتجسد لفدائنا. في عملين نقدر نقول حاشا لله ان ينسبوا الى الله، ايه هما؟ اعمال الضعف، أعمال الضعف، أعمال الشر، ده ضعف مش قوة. طب أقول لحضرتك يعني إيه أعمال الضعف؟ لو طالب دخل الامتحان وجاوب الامتحان كله كويس جدا وشاطر جدا وجاوب كل الامتحان، ده عمل إيه؟ ده عمل قوة، شاطر برافو. طب في طالب تاني يقدر يقول إيه؟ أنا بقى عملت حاجة محدش يقدر يعملها، عملت إيه؟ أنا كنت عارف الإجابة كلها لكن سبت الورقة فاضية، برافو عليه عمل حاجة؟ لا ده عمل ضعف، ده عمل ضعف اللي عمله دوه، كونه يعرف يجاوب وما جاوبش يبقى ده عمل ضعف، وحاشا ننسب إلى الله أعمال الضعف. فالشر هو الشيء المضاد للخير، الشر ليس له أصل، المحبة صفة متأصلة في الله، فالمحبة صفة أساسية، لكن ما فيش صفة اسمها الكراهية. الكراهية ده عمل شر، لأنه النيجاتيف المضاد أو نقص المحبة ينتج عنها كراهية، فحاشا إن احنا ننسب لله صفات الضعف. فبالتالي إذا كان تجسد الكلمة لكي يفدينا ده عمل قوة وليس عمل ضعف، يبقى ما المانع أن يقوم به الله وهو عمل قوة. نقطة تاني، إن الله ما نقدرش نقول العقل ما يتقبلش إن الله يخلق كائن مساوي ليه، استحالة. ليه؟ لأن هو الله كائن كامل، والكائن الكامل لازم يتصف بالوحدانية، لذلك نؤمن بإله واحد، الكائن الكامل واحد، ما ينفعوش يبقوا اتنين كائنين كاملين. ليه؟ لأن الكائن الكامل موجود في كل مكان، وجود اتنين يبقى هيحدوا بعض، كل واحد هياخد مكان، فبالتالي ده لا يتقبله العقل. فأعمال القوة وما دام العمل عقلاني يبقى ما المانع ان الله يقوم بهذا العمل. في كاتب باكستاني صور قصة الابن الضال، صورها ازاي؟ بيقول الابن الضال بعد ما رجع لابوه، الاب عمل حفلة، هو بيعملها زي سيناريو كده، وبيتخيل ان في الحفلة دي كان حاضر الكاهن وكان حاضر الحاكم، والاتنين قاعدين معاه بما انهم من كبار المدعوين قاعدين معاه على الترابيزه. وجي واحد من الخدم في ودن الاب كده قال له ايه؟ ابنك الكبير بره وزعلان، عامل مشكله مش راضي يدخل. ايه ده؟ طب مش راضي يدخل ليه؟
قال له هم زعلان. فنعمل له ايه؟ الحاكم اخذ دور العدل، اطرده، عاقبه، والكاهن اخذ دور الرحمه، سامحه. فالاب قال لهم انتوا الاثنين صح، انتوا الاثنين صح، بس لما اعمل واحده منهم بس يبقى خطا. لو انا عاقبته وهو مش عارف خطاه هيزداد في تمرده وهخسر حب ابني، ده ابني. والكاهن لما سامحه وهو معرفش ايه الخطا بتاعه هيفكر المسامحه دي ضعف، وبرضه معرفش ايه خطاه، هو مش راضي يدخل، بل هو بالحري ما يقدرش يدخل لانه فاهم غلط. انا هطلع له بره اصحح له مفاهيمه، اصحح له مفاهيمه. هو مش فاهم ايه معنى الحب، فاهم ان اخوه اخذ المراس ومشي خلاص، العمليه تتحسب ماديا وملوش عندنا حاجه تاني. لا، ده ابني، الموضوع المادي مش يدخلش في الحساب، لكن ده ابني انا بحبه، حتى لو خد فلوسه وبددها ده ابني. من الناحيه التانيه هو فاهم غلط ان هو مش شاعر انه ابن، الابن الكبير فاقد المفهوم البنوه، يقول له جدي لم تعطيني قط لافرح مع اصدقائي، انا مش حاسس ان انا ابنك. يقول له لا، خد تعالى، انت فاهم غلط، ايه كل ما هو لي هو لك، انت تملك لانك ابن البنوه، احنا اخذنا البنوه لله، فاخذنا في البنوه دي ان احنا نرث، كل ما للاب هو للابن، فاحنا لينا ان نرث. فبالتالي كان لازم الاب ده ويقوم من المحفل. ازاي؟ ده الاوامان ده هيقل كرامتك قدام الناس، ده انت رئيس المتكأ، ازاي تقوم؟ يقول ده ابني، ده ابني، اقوم له عشان خاطر اجيبه، عشان ما اخسرش حب ابني. ده اللي حصل بالظبط. احنا مش هنقدر نطلع، مش هنقدر نصحح مفاهيمنا، خلاص الانسان اصيب بالفكر المادي البحت، فالابن كان لازم يتجسد وينزل علشان خاطر يصحح لنا مفاهيمنا، يعرفنا الله، يعرفنا الاب، يعطينا نعمة البنوة من جديد، يفهمنا مفهوم البنوة من جديد وازاي نعيش البنوة الحقيقية. فبالتالي كان هناك ضرورة لأن يتجسد الابن لخلاصنا. السيد المسيح في الأدلة النظرية تاني كده بيقول كده إيه؟ المدرس الشاطر، المدرس الشاطر مش اللي يحط امتحان بس، ما انت ممكن تحط امتحان وكاتب على الورقه ساعتين والامتحان ياخد 3 ساعات، يبقى انت ظلمت التلاميذ. لكن المدرس ده في يوم من الايام لما يكون تلميذ وامتحن وعانى ما عانوا منه التلاميذ، ويعرف ازاي يحط السؤال يوافق فكرهم وسنهم، ويعرف يحط السؤال في الوقت اللي مناسب ليهم، يبقى هو ده المدرس الشاطر اللي عاش حياه التلمذه. فالله الذي سيدين المسكونة بالعدل، الذي سيدين المسكونة بالعدل، لابد أن يجتاز ما اجتازه البشر، ويعرف معاناة البشر. هو أعرف بكل حاجة، لكن عايش ده عمليا، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. نزل وعاش مع البشر واختبر حياة البشر عمليا، فهو يرسي لضعفنا. التلاميذ عاشوا مع المسيح 3 سنين وثلث، وهم كيهود كانوا يستبعدوا فكرة التجسد، رغم كان عندهم النبوات والرموز، كان عندهم الله تجسد في العليقة، العليقة التي رآها موسى في البرية، مثال أم النور طباها التي حملت جمر اللاهوتية. الله ظهر لموسى على الجبل، طب الله اللي ظهر لموسى على الجبل، والله اللي ظهر لموسى في العليقة، والله اللي تجسد الرابع شبيب ابن الآلهة في أتون النار، والله اللي تجسد في شكل إنسان وظهر لإبراهيم ظهورات ما قبل التجسد لكي يمهد أذهان البشر للتجسد، ما يقدرش يتجسد حقيقة؟ يقدر يتجسد حقيقة، لكن كانوا مستبعدين دي في فكرهم، كانوا مستبعدين دي في فكرهم، ولا سيما ان الحكم الروماني والذل اللي عانوه من الرومان كانوا غير فكرهم عن الحقيقي
وابتدوا يفكروا في ملك أرض يحكم 1000 سنة ويكونوا اليهود سادة العالم والكلام ده كله. لكن التلاميذ رغم أن ليهم هذا الفكر لما عاشوا مع سيد المسيح مش بس أمنوا به، لا ده بذلوا حياتهم علشانه، بذلوا حياتهم علشانه، وكانوا يعرفون جيدا من يقول الناس أني أنا. الناس بتقول إيه؟ بيقولوا إليا، وبيقولوا واحد من الأنبياء، وبيقولوا وأنتم من تقولون أنت هو المسيح ابن الله الحي. وكانوا يعرفون جيدا ما معنى ابن الله الحي، بدليل لما السيد المسيح قال أبي يعمل وأنا أيضا أعمل، يقول له كده إيه؟ لأنه جعل نفسه مساوا لله. عارفين كويس إيه معنى كلمة ابن الله. هؤلاء التلاميذ عرفوا وأمنوا وبذلوا حياتهم على هذه العقيدة. فبالتالي التجسد الإلهي ممكن أن يتقبله العقل، ممكن أن يتقبله العقل. في حاجة تاني في الطبيعة بنشوفها، بنشوف إن في أمور بتتجسد، الطبيعة بتتجسد. زي إيه؟ زي القوى المغناطيسية في الحديد، نبص نلاقي كده قطب سالب وقطب موجب ينجذبوا نحو بعض. إيه الحكاية؟ إن دي إلكترونيات ومش عارف إيه كده بتتجسد وتبان في الطبيعة. الفكرة بتاعتي اللي بيفكر فيها عقلي بتتجسد في كلمات، ده صورة للتجسد، والفكرة تجسد في كلمة وهي ما زالت في عقلي دون أن ينفصل الابن عن الآب. قديس أثناسيوس يقول قول كويس كده، يقول كده إيه؟ مالئ الكل وكائن في أبيه، حضن الآب لا يخلو أبدا من الابن، فالابن واحد مع الآب في ذات الجوهر. فالتجسد لم يحد اللاهوت ولم يحد الألوهية، فهو مالئ الكل في نفس الوقت. فالصوت بتاعي برضو بيتجسد في شريط كاسيت، بيتجسد في سي دي اسطوانة، بيتجسد في برنامج في ذبذبات، وتطلع علينا صوت من جهاز تاني. الفكرة بتتجسد في كلمة وفي ورق. الموجات الإلكترونية بتتجسد في موجات المحمول، في موجات تلفزيونية، وهكذا. الطبيعة ذاتها بتعلمنا إمكانية التجسد، فدي عملية غير مضادة للعقل وعملية ليست ضد العقل على الإطلاق، وإن كانت فوق العقل. فكل دي أمور تتخلي الإنسان ممكن أنه يتقبل القضية. رسالة العبرانيين تشرح لنا ضرورة التجسد من ناحية تاني. دلوقتي الإنسان أخطأ ولازم يحصل موت، موتا تموت. الله سلم لآدم الذبيحة، ازاي تقدم ذبيحة؟ خط لهم أقمصة من جلد، وباقي الذبيحة هيوديها فين؟ لأن آدم كان طعامه من جميع شجر الجنة تأكل، فبالتالي مش هياكل أطعمة حيوانية، هيقدمها ذبيحة. وبعدين الذبيحة دي هيقدمها، بس الذبيحة دي ضعيفة. ناخد بالنا ان الذبائح دي متكرره كل يوم، ومن منها الذبيحه دي كفاره سنويه متكرره ومتعدده لانها ناقصه، ما تقدرش تكمل كل الذبيحه تشير الى المسيح من جهه، وما تقدرش تدي، وما تقدرش تغفر، تدي وعد بالغفران لكن ما تديش غفران. يقول كده الى انه لا يمكن ان دم تيوس سيران وتيوس يرفع خطايا، تدي وعد لكن شريعة موسى ضعيفة. ليه؟ لا يمكن مجاهد الطمير أن تكمل الذي يغضب، لأن الناموس له ظل الخيرات العديدة، ظل، ملوش قوة الخيرات العديدة، ملوش نفس صورة الأشياء، لا يغدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة اللي بيقدمونها. ليه؟ لأن رئيس الكهنة اللي بيقدمها نفسه بيقدمها عن نفسه وعن خطايا الشعب، لكن كان لازم بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. طب هنفضل كده على طول مستمرين في تقديم الذبائح دي؟ لا، لازم تيجي الذبيحة الكاملة، يتجسد المسيح الذي بلا خطية والذي يملك الكمال. من منكم يبكتني على خطية؟ لم يعرف خطية ولا وجد في فمه غش. يقدم الذبيحة الواحدة، ذبيحة واحدة، قدم نفسه مرة واحدة ما تتكررش على المذبح، امتداد لهذه الذبيحة وليس تكرار أبدا لهذه الذبيحة. فبالتالي كان هناك حاجة للتجسد وحاجة للفداء. فالله قادر والله الصالح
بذل نفسه محبة لينا. الأب كده يقوم ده أنت في إهانة، لا قدام الإهانة دي شوف السبب، شوف الهدف، المحبة. المحبة أحب الله العالم حتى بذل، لأن لهذه الساعة قد أتيت. تقول للأب أنت هتتعب عشان خاطر ابنك؟ ده ابني. أي وأنتوا عارفين كويس القصة اللي الملك سأل الوزير المسيحي بتاعه قال له أنت يعني الله ينزل؟ يقول له أنا هرد عليك بكرة. بكرة هترد علي؟ آه بكرة هرد عليك. إيه القصة؟ قال له طب تعالى نتمشى كده في جنب في الجنينة شوية. وهو بيتمشى كان راسم القضية إن واحد من الخدم يعمل تمثال مشابه لابن الملك بالظبط، وهم ماشيين كده يرميه في المية. وجي كده الخدم الواحد من الخدم دول كده بيرميه في المية، فالملك جري بسرعة فقال له ايه اللي بتعمله ده؟ لما جه تمثال الوزير قال له استنى انا هنا عايز اقول لك ايه اللي حصل. انت مش قلت لي ربنا تجسد بنفسه؟ زي ما انت ما قلتليش لي ولا ماشي معاك الحق حوش ابني وحصل ابني قبل ما يغرقوه، وانت اللي جريت بنفسك. قال له ده ابني. قال له بالظبط كده ده اللي حصل. اللي حصل نحن ابناء الله، نحن ابناء الله. شوف كده ربنا بيحبك ازاي، شوف ربنا بيحبك ازاي وتجسد عشان خلاصك ازاي. انت قدمت ايه؟ انت هتقدم ايه قدام هذا الحب؟ هل اللاهوت يولد؟ يعني في ناس كتير بتستصعب القضيه ان ازاي العذراء تولد الله، ازاي العذراء ولدت الاله. نقول له اللاهوت لا يولد، اللاهوت ازلي لا يولد. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكلمه حل واتحد، اتحد في بطن العذراء بجنين كونه الجنين، اتكون من ساعة السفر في الاتحاد، الناسوت وجد في الاتحاد في بطن العذراء، فاللاهوت لا يولد. لكن الذي في بطن العذراء من ساعة السفر من أول ما بدأ الحمل لاهوت متحد بالناسوت. عشان كده اليصابات تقول لها من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ الجنين ده الله ظهر في الجسد منذ أن كان جنينا في بداية تكوينه، لأنه لم يوجد جنين غير متحد أبدا، فالناسوت وجد في الاتحاد. فاللاهوت لا يولد، لكن فالله كائن أزلي ذات الوجود غير مبتدئ. العذراء ولدت الله الظاهر في الجسد، فبالتالي هنا الكلمة تجسد في بطن العذراء ولم يولد من العذراء، ولكن الذي أخذه من العذراء هو الناسوت في زمن وليس في الأزلية. الناسوت لم يحد اللاهوت. يعني هل الله في بطن العذراء الكلمه في بطن العذراء ما كانش في السماء؟ لا، مالئ الكل، مالئ الكل. الناسوت لا يحد اللاهوت. فاللي بيتكلم بالشكل ده القديس كيرلس كده في كتاب الله ليس له ضد الذين يقولون ان الله هي بشريه، يقول كده ايه اللي بيتكلم بالشكل ده وكان الله كائن مادي ليه حجم ويحد مكان، لكن الله مالئ الكل، الله روح بسيط لا يتجزأ، الله روح بسيط ملوش وزن ولا حجم ولا يشغل حيز من الفراغ، بل هو مالئ الكل. القديس يوحنا زابيل فهم يقول كده ايه؟ ايه الطريقه اللي بيملأ بيها الله الكل؟ ده سر فوق عقولنا، سر فوق عقولنا، ما نقدرش الانسان انه يحده. فبالتالي من ضمن الاشياء اللي احيانا كتيره ناس ترفض عمليه التجسد ان ازاي الله في بطن العذراء، الله في بطن العذراء لكن الله مالئ الكل، اقنوم الكلمة متحد ظهر في الجسد في بطن العذراء ولكن هو مالئ الكل. يجوع ويعطش أعمال تدبيرية، البذل اللي انت ممكن تبذله عن ابنك الله بذل نفسه عن حياتنا. لما نعرف ده كله نقول لربنا يعني عظمة الحب الإلهي الذي أظهرته لنا في تجسدك من أجلي، عملت كل ده، ومن أجل كل واحد فينا شخصيا ربنا قدم هذا الحب. أنت تعمل إيه قدام هذا الحب لربنا؟ يقول داود النبي كأس الخلاص آخذ، أتمتع بالخلاص، أعيش الخلاص، أعيش فرح التجسد، أقول لربنا تعالى تولد في قلبي، أقول لربنا تعالى حل في قلبي، أعد قلبي مزودا لكي يولد فيه المسيح مولود العذراء البتول. أنقي هذا القلب من الخطايا، أقدم توبة. وإحنا في آخر أسبوع في الصوم وداخلين على العيد نقول لنفسنا كده
كل انسان استفاد ايه من الصوم؟ استفدنا ايه من الصوم؟ واحنا بنصوم كده علشان نعد انفسنا هيكل لله لحلول الله فينا، وننقق نفسنا، وفرصه ندور على اباء اعترافنا، وفرصه نقعد مع نفسنا. ربنا يعطينا نعمه لكي نتمتع ببركه هذه الايام ونتمتع ببركات التجسد الالهي. نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم. بهيم في ضياء
اشتمل بشمس وقمر حدا واثني عشر نجما عليها تنير. اهلا بحضراتكم للمرة الثانية. في سؤال بيتكلم في بيت في روح الحزن بسبب ان اخوهم الصغير 24 سنة تنيح. اقول ليس موت لعبيدك انما هو انتقال. في الاول ربنا يهبكم نعمة العزاء. الموت مش شر، يعني الشائع كده ان كلمة موت يترد عليها على طول كلمة بعض الشر. ليه شر الموت؟ الموت انتهى، الموت بمعناه الموت انتهى. منذ أن أمات الموت بموته، السيد المسيح بموته أمات الموت بموته، يامن داس الموت بالموت وجعل من الموت جسرا للحياة، جسرا للحياة. فكلنا كلنا هننتقل، ليس موت لعبيدك إنما هو انتقال. نلاحظ ان السيد المسيح لما اتكلم عن الموت، لما اتكلم عن العازر، يقول نام لفتره وهيقوم. وبولس الرسول في رسائله يقول المنتقلين اولا، الراقدين اولا. يبقى ما فيش كلمه موت في المسيحيه، خلاص الموت ده قضيه انتهت، ما لهاش معنى تاني. فالموت اصبح هو جسر نعبر عنه الى حياه ابديه. اللي يموت نقول له صلينا، نزعل على الفراق طبعا، لكن نقول له صلي لنا ونصلي عنه، هو يصلي لنا واحنا نصلي عنه. الحزن يعني خطيه، الحزن المفرط ده خطيه، فليه نزعل؟ احنا نفرحه ونقول له صلي لنا واحنا نصلي له ونقدم عنه قرابين ونذكره في القداس ونعمله ترحيم. لكن الحزن المفرط غلط. الموت يدينا عظه ان احنا نستعد، عزة وجرس لينا وانذار لينا نستعد. وكلنا هنموت، ما فيش حد فينا ابدا هيقعد، هو احنا هنروح لكن هو مش هيجي لنا. فبالتالي ربنا يعزيكم، لكن بلاش الحزن المفرط دوا وهو صغير. ربنا اختاره وارتاح. يعني انا عايز اسال اي واحد عايش في الدنيا، في ايه حلو الدنيا يخليك تحب تعيش فيها؟ ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح. الحياة ربح والموت ربح، فبالتالي اللي مات هيكون مع المسيح أكتر ويتحرر من ربطات الجسد. معانا الدكتور نبيل. مساء الخير أستاذ أبونا. أهلا دكتور نبيل، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك أبونا. أهلا بيك يا دكتور. في يوحنا، في إنجيل يوحنا، الملكوت السماوات يغتصب والمغتصبون يخطفون. أيوة. السؤال الثاني. ايوه السؤال الثاني. اتفضل دكتور نبيل. قول يا ماما. لكي تتم الكلمه المكتوبه في نفوسهم، في ناموسهم، انهم ابغضوني بلا سبب. ايوه عاوزين تفسير ليها. حاضر دكتور نبيل، يا ربنا معاك، اتفضل. ملكوت السماوات يغصب. ملكوت السماوات نعمة أخذناها مجانا بدم الصليب، لكن شرطية. نعمة وعطية لكن شرطية، في إن احنا نكون إيه؟ اسهروا وصلوا، اسهروا وصلوا. خليك يقظ لحسن حد يسرق إكليلك. خد بالك لحسن تنام وحد يسرق ثيابك. ايه الثياب؟ مش الهدوم دي بتاعتنا، لان هناك مش هنحتاج الهدوم دي، لكن الثياب دي ثوب البر، ثوب البر، التحف بالبر. ادم وحواء في جنه عدن كانوا عريانان ولا يعلمان، لانهم كان يكسيهم ويغطيهم البر. فانت خد بالك لحسن حد ياخد منك ثوب البر بتاعك ويدنسك ويدنس جسدك ويدنس فكرك ويدنس عينك. خليك يقظ عشان تعرف تخطف الملكوت. اللي اغتصب كده صح، عارف مين؟
اللص اليمين وهو على الصليب عرف يغتصب الملكوت. ما كان ممكن يتوه زي اللص الشمال، لكن قاعد يجاهد ويفكر ويجاهد مع نفسه. نحن بعدل جوزينا، اعترف بخطيته، اعترف. وبعدين عرف يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اكيد المسيح العارف بضعف البشر والعارف بفكر البشر، عارف ان هو عارف يوصل لمرحلة توبة ويغتصب الملكوت، يغتصب الملكوت. الملكوت ده اغتصبته مريم المصرية، واغتصبه موسى الأسود. انت ممكن تشوف واحد كده، ده جاي الكنيسة، ده جاي الكنيسة، ده ايه اللي مدخله هنا؟ ده بكرة وبعده تشوفه في حالة زي الغني ما كان شايف العازر. ايه ده هنا؟ هنا. تسمعوا عن قصة القديس بطرس العابد؟ بطرس ده كان غني وكان قلبه حجر، بمعنى كلمة حجر. وفي يوم واحد شحات كده ماشي وراه، قال له يا أخي امشي من هنا، وهو مش بيديله الرغيف عشان يديهوله عطية، ده بيضربه بيه عشان يمشي. وبالليل ربنا كده يبعت له رؤية إن ملوش أي حسنات غير الرغيف ده، تغير حياته ويبيع كل ما يملك ويبيع نفسه عبد، اغتصب. فبالتالي خليك يقظ واعرف ازاي تغتصب الملكوت. دور على الملكوت، شوف كلامك، شوف الفاظك، شوف حياتك، شوف انت ظلمت مين، شوف انت بتعمل ايه، اغتصب الملكوت. الاستاذه ناديه معانا على التليفون. ايوه الو، اهلا حضرتك. ازي قدسك يا بونا؟ اهلا بحضرتك. في سؤال عايزه افهمه. رب المجد لما كسر الخبز وادى التلاميذ وكسر وبارك الكعس وادى التلاميذ، وكان يهوذا وكان قايل يهوذا وهو موجود معاه في واحد هيسلمني. ايوه. وقال له اللي بيغمس معايا اللقمه، يهوذا كل من الخبز وشرب من الكعس ولا مشي قبليها؟ حاضر يا مدام ناديه، اتفضلي. السيد المسيح في خميس العهد عمل حاجتين، تمم الفصح اليهودي، خروف الفصح بطقسه كاملة، ينبغي لي أن أتمم كل بر. ما عجز الإنسان على أن يتممه تممه المسيح بنفسه، وما تممه الإنسان حرفيا دون فهم جه المسيح وصلح مفاهيم وأكل خروف الفصح وتمم شريعة العهد القديم. وفي شريعة العهد القديم كان بيغمس في الصحف، فلما المسيح قال الذي يغمس في الصحفة اللي فيه تغميس كده، ده الفصح بتاع العهد القديم. وأخذ اللقمة وخرج، أخذ اللقمة وخرج، يبقى يهوذا ما أكلش من إفخارستية العهد الجديد. يهوذا ما أكلش من إفخارستية العهد الجديد. دي النقطة اللي حضرتك عايزة توصلي لها. وبعد ما المسيح أسدى الستار على العهد القديم، أخذ خبز وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. دي ذبيحة الإفخارستية بتاعت الأساسها المسيح للعهد الجديد، امتدادا لذبيحة الصليب. لكن أنا عايز تسمحي لي أقول لحضرتك نقطة تاني. الموضوع ده شاغل بالنا قوي. ليه؟ ما ياما واحد فين، ياما كتير مننا بنتناول بدون استحقاق، نتناول بدون استحقاق. يبقى بالتالي أنا أدور على نفسي ومدى استحقاق. يهوذا أدان نفسه، ويهوذا وجع في خطأه ومعرفش يتوب. احنا نخاف ونتعلم من يهوذا وناخد بالنا من نفسنا في هذه القضية. ربنا يعطينا ان احنا نكون يقظين وما تضيعش مننا حياتنا زي ما أضاعها يهوذا. في سؤال بيقول أنا بصوم وبصلي بس الشيطان بيجربني حروب شديدة في البيت والشغل، نفسي في تدريب روحي أمشي عليه علشان خاطر المسيح. اللي بيصوم ويصلي بيقرب من ربنا. اوعى تكون منتظر الشياطين تسجف لك وتقول لك برافو. لا، ده انت لو انت ماشي مع الشيطان وعايش الكسل وعايش التراخي، خليك زي ما هو كده ويسيبوك في حالك. لكن يا ابني إذا أقبلت لخدمة الرب
فهيئ نفسك للتجارب. دي نقطة. يبقى الشياطين هتحاربك عشان تحوشك من ربنا. دايما أقول الكلمة دي وأقولها لكم تاني، أكره حاجة عند الشيطان اللي بيكرهه جدا إنك تقف تصلي، لأنه مش عارف يعمل لك إيه، أنت بتكلم ربنا، طب هو يروح فين في دي؟ فيبتدي يحاربك بمعطلات، تليفون يرن، واحد يجي لك، أفكار، حروب، أنت تقول لا تشمتي بي يا عدوتي فإني إن سقطت أقوم. تجب بسرعة وترجع لحالتك وتصلي وتصلي، صلوا كل حين ولا تمل. أقوى تدريب أدهولك ضد حرب الشيطان هو الصلاة. اتسلح دايما بالصلاة، اتسلح دايما بعلامة الصليب، ارشم نفسك بالصليب كتير، لكن ما ترشمش الصليب بعجلة، ارشم الصليب بمعنى عشان تاخد القوة بتاعتها، وانت فاهم ايه هي قوة الصليب، وانت فاهم عمل الفداء والتجسد اللي نقلنا من التدبير الشمالي الى التدبير اليميني. صلي وحارب الشياطين. الصلاة والصوم مش بدون عصمة، بدون نعمة، بدون أسلحة أحارب بها الشيطان وأنتصر. الشيطان عدوكم يجول كأسد زائر ملتمس من من يبتلعه هو. قوموه قوموه. يبقى احنا حياتنا هنا في جهاد، احنا بنجاهد، احنا صايمين عشان نتغلب على أنفسنا، نتغلب على حروب الشياطين. ربنا يعطيك نعمة وتنتصري. معانا الاخت جيهان. ايوه يا استاذ ابونا، ناخد نعمه. اهلا بحضرتك، من قدسك اشكرنا في صلواتك. ربنا يحافظ عليكي، لان احنا في محنه كبيره وعايزين صلاتك معانا. ربنا يدبر امورك ويمد ايده ويسندك ويعينك في جهادك. ربنا معاكم. الذي الاخ سامر. اهلا يا اخي سامر، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك اخ سامر. كنت بستفسر بالنسبة لميعاد عيد الميلاد، في فرق بيننا وبين الإخوة الكاثوليك، فهم بيحتفلوا 25 ديسمبر واحنا 7 يناير. انا كنت قريت عن الموضوع ده ان الفرق جاي من نتيجة ان السنة 365 يوم وربع، وفي دقايق هي اللي جمعت الفرق ده 13 يوم، فاحنا بنحتفل 29 كيافك. فلو 29 كيافك يبقى يعني من السنة القبطية نقسم الفرق ده، يبقى الباقي هو بحيث نحتفل كلنا في نفس الميعاد، ولا ايه رايك اتسك؟ شكرا يا اخي سامر. القضيه قضيه تقويم، القضيه مش اختلاف عقيدي ولا اختلاف جذري، القضيه قضيه تقويم. بس احنا متمسكين في كنيستنا ان احنا نعيد يوم 29 كياك، مرتبطين ب 29 كياك، في ان هي أطول ليلة ويبتدي بعديها النهار يكسر. فالتقويم لما اتغير ال 13 يوم اللي بتكلم عليها حضرتك دي فرق، فبالتالي دي مشكلة تقويم، مش مشكلة عقيدية. فما تهمناش كتير وما تشغلش بالك بأمور تحول دون خلاصك. احنا ماشيين على طقس الكنيسة وماشيين على حسب ما تسلمنا من الآباء، و 29 كياك هو عيد الميلاد. فبالتالي القضية قضية تقويم مش قضية عقيدة على الإطلاق. يقال عن الشيطان إنه كوكب الصبح، وزي نصف المسيح بإنه كوكب الصبح. الـ 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 المثال أو الشبه لا يطابق 100% المشبه به، لكن كل واحد بياخد منه رمز معين. يعني أقول لحضرتك إيه، المسيح هو الكرمة الحقيقية، المسيح هو الكرمة الحقيقية، وإحنا أغصان في هذه الكرمة. كل غصن يأتي بثمر، لا يأتي بثمر يقطعه، لا يأتي بثمر أكثر. فبالتالي المسيح كرمة حقيقية وإحنا أغصان. نقول للعذراء أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة. يعني مثال تشبيه، ما يطبقش الأصل 100%، لكن بناخد مثل به. فالشيطان الساقط كان كروب، واحد من الكروبين، ودي أعلى رتبة ملائكية. فيقول له أنت كنت كوكب الصبح، أنت كنت منير جدا، أنت كنت منير جدا. ولما نقول عن المسيح، نتكلم عن المسيح الكوكب ده اللي هو الأزلي، الكوكب اللي هو النور الحقيقي. فبالتالي التعبير ما يشغلكش، لكن التشبيه بيشبه بيه إيه بالظبط، هو ده اللي يشغل حضرتك.
معانا تليفون من الاخ مينا. مساء الخير يا بونا. اهلا يا اخي مينا. لو سمحت يا بونا سؤال في التوهان في الصلاه. يعني توهان في الصلاه يصلي بيتو ما بيركزش، ايه الحل؟ حاضر يا اخي مينا، المهم انك تصلي وتستمر في صلاتك على اي وضع، ده اللي انا اقوله لك، وتجاهد في صلاتك. نمره اتنين، حاول تقاوم التوهان بايه؟ ما تصليش وانت مجهد، ما تصليش وانت مجهد. يعني مثلا انا راجع من الشغل ممكن اتشطف ارتاح شويه وادخل اصلي. نمره ثلاثة، استخدم اجبيه في صلواتك هتساعدك في التركيز. حط قدامك صورة المسيح وقدامها شمعة حلوة تساعدك في التركيز. لما تتوه ارجع بسرعة، صلي واشرك نفسك وعقلك وجسدك، ده يساعدك في التركيز. يعني ايه؟ أقف كويس، اللي هم يسموه الآباء الزي الحسن في الصلاة، أرفع إيدي، أسجد لما يجي ذكر السجود، أما أنا بكرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام مكانك المقدس، أسجد. نتعلم السجود ونتعلم المطنيات. لما تصلي اعمل الموبايل سايلنت او اقفله، انت هتكلم رب المجد اهم من اي حاجة تاني. اقفل الموبايل شوية عشان ما يشغلكش. هتقول لي ما انا يعني احتياطي كده، لا اقفله احسن. ليه؟ جات لك رسالة هتفضل في الصراع عايز تشوف مين اللي بعت الرسالة، يعني اقفل الباب ده، اقفل اي فكر على العالم، اقفل اي فكر على العالم. ما تخليش صوت التلفزيون يضرب في ودك وانت بتصلي، لا، عشان خاطر ايه؟ ما تحاولش تشوف في ايه. فبالتالي اعمل الحاجات اللي ممكن تخدمك وتبعد عنك اي شوشره حواليك يساعدك في التركيز في الصلاه، واشرك نفسك. لكن لازم اول حاجه واخر حاجه استمر في صلواتك، وارجع بسرعه كمل صلواتك، اوعى تبطل صلواتك عشان خاطر تهت ابدا. معنا تليفون من الاخ اشرف. اهلا يا ابونا. اهلا يا اخ اشرف، ازي حضرتك؟ ازيك يا ابونا. انا كنت اتصل برنامج مكتب ترانيم ومدايح واشعار وطنيه ومش لاقي حد يساعدني يا ابونا خالص. تاني يا اخ اشرف. نعم، قول تاني حضرتك سؤالك. مكتب ترانيم ومدايح واشعار وطنيه كثيره مش لاقي حد يساعدني يا ابونا. انت بتكتب ترانيم؟ نعم، هو مكتب مدايح للعالم. جميل. حضرتك عايز يذيعوا مدايح وترانيم ولا حضرتك بتكتب ترانيم؟ انا يا ابونا كنت عاوز حد يساعدني بس عشان يكون ده مصدر لقمة عيش. يعني عايز ايه؟ عايز حد يساعدك؟ ايوه يا ابونا، رحت للاب كان بتاع الكنيسه وفي الاخر بجد ما عرفش حد، انا اخذ البلد ناس دكاتره جت تساعدك وفي الاخر جت ما قدامش حد. حاضر يا اخ اشرف، كويس جدا انك تكتب ترانيم او تقول مدايح، دي حاجه حلوه جدا. ممكن في الخدمه عندك في الكنيسه تتواصل مع ابونا او امين الخدمه وهو اللي يساعدك في دي اكتر، وممكن تبعت لي رقم حضرتك وانا اوصلك بيهم اوصيهم عليك. ربنا معاك يا اخ اشرف، ودي نعمه كبيره تفرحك. كلمة منفعة، لأني مغلوبة من الحزن والهم بسبب تأخير ابنتي في الجواز وخوفي عليها. ابنتك بنتك اتأخرت في الجواز، لو ما تقلقي هتعملها هي قلق في حياتها أكتر. فبالتالي أنت كأم صلي وربنا يديكي طمأنينة وربنا يدبر لها الخير، وشجعي ابنتك إنها تكون شخصيتها وتعيش حياة سوية، ما تتعبش من النقطة دي، اوعى تتعبي وتتعبيها معاكي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اقول لحضرتك على حاجة مهمة. بنتك حتى لو يعني طولت شوية، لكن من احسن من عريس يتعبها واحسن من زوج يتعبها. فلما تاخد حاجة مناسبة من ايد ربنا ونتعقل في الاختيار، ده صالح لبنتك. نمرة تلاتة، اوعى تكون بترفض عرسان كتير وتطلع عنها السمعة انها بترفض عرسان كتير فيخافوا يتقدموا لها. لكن اختاري المناسب ليكي واللي هيريحك، ومش المهم حاجات كتير، يعني حاجات كتير يحطوا شروط صعبة شوية، لكن لا، انت كمنت للمسيح دوري على علاقتك بالمسيح اقوى، وعلاقته بالمسيح اقوى من كده.
يعني لما يكون ابن ربنا وحالته المادية متوسطة أحسن ما يكون غني وابن للعالم. خديه من الكنيسة وخديه ابن ربنا أقوى حاجة عشان يريحك في حياتك. العملية مش عملية فلوس، ربنا يدبر حياتها ويبعت لها الصالح ويوفقه وربنا معاك. إزاي أبطل اللامبالاة في الحياة الروحية؟ عارف إني بعيد بس مش عايز أخد أي خطوة بالرغم من إني تعبان في الموضوع ومكسوف من ربنا. صدقني مشاعرك حلوة جدا، بس مشاعرك دي لو أنت ما اتحركتش بيها دلوقتي، مش بعد شوية صغيرة، دلوقتي الآن، هتضيع منك. ومشاعر حلوة إن أنا أحس إن أنا مقصر، ومشاعر حلوة إن أنا أحس إن أنا مش مستحق، بس لازم تكون إيجابي وتقف. اقف دلوقتي زي ما أنت على أي وضع وعلى أي حالة، وارفع إيديك لربنا واطلب منه الطلب ده وقول له عايز أقرب منك، عايز أقرب منك، ربنا مش بعيد عنك، ارجعوا إلي أرجع إليكم. عارف هو فين؟ هو واقف يخبط مستنيك بس أنت تديله إشارة تفتح. بس يشعر، يشعر بمجرد أنه يشعر أن عندك شعور جاد، خد بالك اللامبالاة وحشة. ربنا مهم في حياتنا، وملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. بلاش الرخاوة وبلاش التهاون، خليك إنسان جاد في علاقتك بربنا. كن رجلا، أنت رجل وكل حاجة، لكن الرجولة الروحية، الرجولة الروحية اللي أدوس بها على العالم، قوة الإرادة اللي أكثر بها العالم وأقرب من المسيح. هتعب، اتعب شوية، ربنا يعطيك نعمة وتعرف تعمل علاقة قوية بربنا وترجع ربنا وتفرح بربنا. هو ده الفرح الأساسي في حياتكم. كل سنة وحضرتكم طيبين، نتقابل إن شاء الله في 2021. كل سنة وحضرتكم بخير، ربنا معكم.